مرحبا فيكم. موضوع والله العظيم يا جماعة اللي يجب أن ننتبه له، كيف تتطور الصحراء، كيف تتزين الصحراء بجمالها، بأكرمكم الله بالحيوانات الأليفة بالزاحفة، منظر الصحراء. أنت من دشة الصحراء تشوف حيوانات تحس أن صج عندك صحراء. الحمد لله في مجموعة يمكن شروا غزلان، يابو من برا غزلان واطلقوها، تتكاثر تتزين الصحراء. من تداش بالصحراء تشوف أنت والأهل، تشوف الغزلان، تشوف الحيوانات هذه، هذول مجموعة الله يعطيهم العافية. ولكن شو النتيجة؟ يباركون بعضهم. فلان ولد فلان صاد القزلان، توهم اطلقوهم المساكين، توهم يبون زينوا الصحراء. عندنا البعض منهم ما في رحمة بالبنادق والشوازة ومصجمة وإلى آخره، يمكن حتى أسلحة ثقيلة وحتى مدافع يمكن يجيبونها، يذبحون ماخل، يقتلون الحيوانات، يذبحونهم، إعدام للحيوان. أنت حيوان بالصحراء غير مرحب فيه، إلى متى هذا التصرف؟